احمد حسن کے بعد سعد اکبر آٹھویں نمبر پر ہیں. فہرست میں اقرا انٹرنیشنل ایجوکیشن نیو لالہ زار کیمپس سے تشریف لائیں گے سعد اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ أَبَكَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. فَاسْتَفْتِهِمْ لِرَبِّكَ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. سورة الفتح مدنية البارة نمبر 26. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. سورة المطففين بارا نمبر 30. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به. كتاب مرقوم. إن الأبرار لفي نعيم. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون. صدق الله العظيم.